مشاهدينا اهلا بكم معانا وحلقه جديده من زينه وطعم البيوت. بنلتقي بحضراتكم على مدار ساعه ونص انا وزميلتي العزيزه عبير عبد الوهاب واسره يوم الاربعاء. اهلا بك يا عبير. اهلا بك يا نهله، برحب بك وبرحب بكل مشاهدينا، وان شاء الله يكون يوم جميل ويوم سعيد على كل مشاهدينا. ساعه ونص من الفقرات المتنوعه كالعاده بنبتدي مع زينه، وتعالوا معانا اهلا نشوف اولى فقراتنا هتكون عن ايه. النهارده بنتكلم في فقرتنا الاولى عن حاجه للاسف حتى الان كل الاسر المصريه بتعتبرها انها بعبع الثانويه العامه. حاولنا نشتغل كتير قوي على نظام الثانويه العامه، حاولنا نقلل من توتر الاباء والامهات، يمكن وجود معاهد وجامعات خاصه خفف شويه من قلق الاباء والامهات بالرغم من زياده المصاريف، ولكن لسه الناس شايفه ان دي هي النقطه الاساسيه في حياتها، هي نقطه التحول. لو انا ما نجحتش في الثانويه العامه او لا قدر الله جبت مجموع قليل يبقى انا فاشل، يبقى حياتي هتقف، وده احساس برضو الاباء والامهات وده احساس خاطئ. ولكن على اي حال احنا عاوزين نوفر الجو النفسي السليم لاولادنا علشان نقلل من التوتر والضغط العصبي اللي بيتعرضوا له قبل الامتحانات. الامتحانات خلاص هتبدا السبت اللي جاي، كل تمنياتنا بالتوفيق. وفي الفقره الاولى ان شاء الله هندي بعض النصائح للاباء والامهات والطلبه كمان علشان يهدوا نفسهم ويستقبلوا الامتحانات كده بمنتهى التفاؤل والجديه، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع يا رب. يا رب ان شاء الله. واستكمالا لكلام نهله عن بعبع الثانويه العامه، اللي الحقيقه يعني احنا فعلا يعني بنبقى كده متعاطفين مع الاباء والامهات يمكن اكتر من الاولاد، لانه فعلا الام والاب بيبقوا على اعصابهم عشان الثانويه العامه يمكن اكتر من الولاد دلوقتي. فاحنا النهارده برضو في طعم البيوت اولى فقراتنا يعني استكمالا لحديث نهله هنتكلم من خلالها عن جزئيه مهمه جدا وهي اضطرابات التركيز عند الطلاب. الحقيقه انه في يعني في حاجات بتبقى اضطرابات طبيعيه، يعني زي ما كنا بنقول من شوية انه ساعات الواحد كلنا على فكرة كنا بنمر بالمواقف دي، نيجي نقول ايه انا ناسي كل حاجة او انا مش فاكرة اي حاجة باللي انا ذاكرتها او انا حاسة ان الذاكرة اتمسحت تماما. ده بيبقى مجرد شعور، مجرد احساس، مجرد ما بنشوف الورقة بنكتب وبنحل وكل حاجة بتبقى تمام. بس في ناس بتبقى فعلا عندها اضطرابات في التركيز. في ولاد كتيرة بيعانوا من فكرة ان هم يعني يستوعبوا اللي هم بياخدوه في الدراسة، ان هم يستوعبوا المعلومة، ان هم يحتفظوا بالمعلومة لفترة طويلة. النهاردة هنتكلم من خلال الطبيبة اللي هتكون متواجدة معانا عن هذه الجزئية، امتى نعرف انه الطالب ده فعلا محتاج دعم، محتاج حد يساعده، او محتاج حاجات فيتامينات، محتاج اي حاجة تساعده عشان يقدر ان هو يركز ويقدر ان هو يستوعب بشكل جيد. ممكن من الناحية الغذائية، الصحة الغذائية مهمة جدا فترة الامتحانات، ازاي نقدم مشروبات سليمة، ازاي نقدم اكل سليم، ازاي ندعم اولادنا نفسيا عشان خاطر فعلا يقدروا ان هم يكون عندهم نوع من انواع التركيز والثبات في المعلومة طوال فترة الدراسة، وإن شاء الله يعدي الامتحانات على خير بإذن الرحمن. يا رب إن شاء الله يكون كلها كده حاجات وأخبار يعني متفائلة مع العيد ومع الأيام الجميلة اللي جاية. هنتكلم في فقرتنا الثانية عن مشكلة كبيرة بيعاني منها الأزواج. عدد كبير من الأزواج والزوجات للأسف بعد مرور بضع سنوات من الجواز بيعانوا من الصمت. كل واحد في حاله، انت في اوضتك وانا بره، ما نتكلمش مع بعض، ما فيش مواضيع مشتركه، في ملل، في رغبه في عدم التواجد في المكان اللي انت فيه او اللي انت فيه. مشكله كبيره جدا اسمها الخرس الزوجي او الطلاق الصامت، وممكن تؤدي الى طلاق بحقه حقيقي لا قدر الله او انفصال الطرفين. ايه هي المظاهر اللي ممكن من خلالها نعرف انه لا خلوا بالكم في بدايه ل يعني خرس زوجي، وايه هي اسباب هذه الظاهره وازاي ممكن نعالجها؟ لان احنا همنا الاول والاساس الحفاظ على الاسره المصريه. الطلاق مش حل لاي حاجه، فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا لو في حاجات نقدر نتلافاها ونعيش حياه سعيده. عن الخرس الزوجي هتكون فقرتنا الثانيه ان شاء الله في زينه. اه لازم يبقى في خرس زوجي طالما كل واحد يعني موبايله في ايده، ريموته في ايده، تلفزيونه معاه في اوضته. شكرا، مش عايز حاجه من حد. خلاص كفايه عليه كده يعني. يعني يا ريت سيبوا الريموت، سيبوا الموبايل، سيبوا التلفزيون، وحاولوا ان انتوا فعلا يكون في حوار، لان ده جزء مهم عشان يبقى فعلا بيت سعيد زي ما نهله ما بتقول. طيب الفقره الثانيه في طعم البيوت هنتكلم من خلال او هنقدم من خلالها نموذج الحقيقه جميل جدا لامراه مصريه، واحنا دايما بنحاول ان احنا نقدم النماذج اللي هي تبقى قدوه لكتير من الفتيات والسيدات اللي ساعات يقولوا انا مش لاقي حاجه اعملها، او انا مش عارفه، ما عنديش اي مشروع، ما عنديش اي فكره، ما عنديش اي حاجه تدر عليا دخل او ربح. النهارده هنقدم نموذج جميل جدا، مش بس كمان بتروح تشتري خامات، لا ده هي الخامات موجوده في البيت، الحاجات اللي احنا
بعتبرها مخلفات اللي احنا بنشيلها كده نرميها في الباسكت بتاع الزباله. لا، احنا النهارده هنشوف ازاي مخلفات المنازل دي نعيد تدويرها مره اخرى او نعمل لها احلال وتجديد ونقدم من خلالها فنون جميله جدا، ممكن حاجات تبقى ديكورات للمنازل تجمل منازلنا وتجمل بيوتنا. ويمكن النهارده ضيفتنا كمان هتورينا ازاي نستخدم فن الديكوباج تحديدا في اعاده تدوير مخلفات المنازل. دي كانت فقراتنا، نتمنى ان شاء الله ان هي تحوز رضا واعجاب كل مشاهدينا، وهناخد فاصل سريع وهنرجع بعد الفاصل عشان نبتدي مع نهلة الجميلة وزينة. اهلا بحضراتكم. عندنا امتحانات فترة يعني نقول عليها البعض بيشوف ان هي معسكر لابد ان احنا نعد له العدة علشان عندنا مهمة كبيرة جدا وكأنها مهمة حربية احنا هندخلها. هل في نفسية معينة كده بتحيط بالبيت وبتحيط بالابناء لما يكون عندهم امتحانات الثانوية العامة بشكل خاص؟ لانه ما زلنا بكل اسف بنعتبر الثانوية العامة هي محطة فارقة في حياتنا كلها، ولو فشلنا فيها لا قدر الله او جبنا مجموع صغير ده ممكن يغير خططنا احلامنا، ومعظمنا ما بيبقاش حاطط بلان بي، ما عندناش خطط بديله، فدي مشكله اخرى. ولكن ازاي نستعد للامتحانات؟ هل يجب ان احنا نستعد كده بشكل شديد وقوي جدا ونحس ان في توتر، ولا الاستعداد بيكون عن طريق تهيئه اجواء معينه؟ عن الثانويه العامه وابنائنا والفتره الحرجه اللي احنا هنمر بيها من يوم السبت القادم ان شاء الله ونتمنى لكم فيها التوفيق، هتدور فقرتنا النهارده. معانا الحديث عن هذا الموضوع دكتوره دعاء بركات، دكتوره فلسفه التربية وعلم النفس. أهلا بحضرتك. أهلا بك دكتورة دعاء. بداية كده، هل في حالة معينة اسمها حالة الثانوية العامة في مصر؟ هو للأسف فيه يعني احنا ما نتمناش ان كان يبقى فيه، بس هو للأسف وضع المجتمع ووضع البيت وإحساسهم انها حاجة مصيرية في حياتهم، ففي حالة نفسية مخصوص للثانوية العامة من دون أي امتحانات تانية. صحيح، الواحد بيحس ان دي حاجه هي اللي هتغير مستقبله وحياته بالزبط. فممكن يكون فيها تعامل يعني مش كويس قوي، احنا عاوزين بقى يتعاملوا معاها تعامل لطيف بقدر الامكان. احنا هنبتدي السبت الجاي. تمام. ماذا يفعل الاباء والامهات لتهيئه اجواء ملائمه لاولادهم اللي بيحبوهم وعاوزينهم يحققوا نتائج جيده؟ طيب خلينا نقول ان هو تعاون مشترك، يعني جهات كتيره، ان الولاد دلوقتي في مرحله برضو المراجعه والمراجعه النهائيه، البيت بيجهز وهو بيجهز والمدرسين بيجهزوا والمدارس والمراقبين بيجهزوا، فمفروض هم تيم واحد كلهم. خلاص احنا فاتت كتير قوي، مش فاضل غير الفتره القليله اللي باقيه، خلينا نكون متفائلين، خلينا نطلع في اولادنا افضل ما فيهم، يعني خلاص ما تقلقش وما تخافش ونشجعهم بقى يلا نبتدي. لو ما لحقتش تلم حاجه ما فيش مشاكل، حل امتحانات وابتدي ركز وابتدي خش. ده دور الام والاب ان هو يشجع ولاده انه خلاص يلا، ما نقعدش نقول وانت ما لحقتش وانت ما عملتش اللي عليك وانت ده اي حاجه، او اللي حتى عمل اللي عليه وخايف. يعني في ولاد بيبقوا عملوا اللي عليهم ومذاكرين بس خايفين ناسين، حاسس ان هو الموضوع مصيري جدا. فمهم قوي ان احنا لا، هو مش من موضوع مصيري، مفيش حاجه، والحمد لله الدوله موفرت جامعات كتيره قوي، في جامعات حكوميه وجامعات خاصه بقت بكل المجاميع، فمفيش حاجه. يعني خش كده وانت متفائل وطلع اعلى واحسن ما عندك، وان شاء الله ربنا هيوفقك ويحقق لك كل اللي تتمناه يا رب ان شاء الله. فهمت من كلام حضرتك انه مع ضيق الوقت مفيش داعي ابدا للوم او العتاب او التوبيخ، يعني لو انت كنت ذاكرت من اول السنه، يعني لو انت سمعت كلامي ما تفقدش الهدف. احنا يعني مهم قوي ان الاهل ما تفقدش الهدف. انا دلوقتي في المرحله دي انا عايز اوصله فين؟ لكن ان انا الوم وعاتب، ممكن الوم وعاتب في اول السنه، لكن انا وانا داخل الامتحان لوم والعتاب ده هيخليني اخسر مش اكسب، فانا عايزاه يكسب، انا عايزاه يوصل او يجيب احسن حاجه عنده. فاللوم والعتاب والتانيب وان انا اقف على راسه واضغط عليه مش هيوصل لحاجه، بالعكس هيوقفه. المشاركه كمان مع اولادنا، يعني اعتقد هم دلوقتي بقوا عاوزين حد يسمعهم، حد يطمنهم طبعا. فالمشاركه بين الام والاب وبين الولاد ازاي تتم، والحوار يكون ازاي حوالين يعني مخاوفهم، حوالين يعني المواد حتى لو هم خايفين منها، ترتيب المذاكره، المشاركه في وضع الجداول، دورهم بقى في هذا الاتجاه؟ ما هو احنا اكيد في برنامج او محطوط، ولو ما كانش اتحط يتحط.
يعني خلاص انا ما بحبش ابص ورا، انا بحب ابص لقدام. فلو ما كانش محطوط له جدول او محطوط له برنامج لوقته لاداره وقته يبتدي يتحط من النهارده ان احنا هنشتغل ازاي، يشوف المواد اللي هي فايتاه منه كتير دي يعمل فوكس عليها اكتر من المواد اللي خلاص هي بالنسبه له سهله وبيعمل فيها مراجعات. دور الاهل في المرحله دي هو الدعم، وان انا ارجع له ثقته في نفسه وهون عليه احضنه. يعني عايز اقولك ان هو انا محتاجة اطمنه احضنه واقوله ما تخافش واقف في جنبه، اوفر له تغذية حلوة، لانه الحقيقة في المرحلة دي يعني ولادنا بيتعرضوا لحاجة كده اسمها يعني اعراض سايكوسوماتيك اللي هي نفس جسمية، يعني يبتدي ممكن يجيله اسهال، يجيله امراض، يجيله دور برد، يحس ان هو مش قادر يقوم من النوم والاهل تضغط عليه زيادة، ودي بتبقى اعراض حقيقية مش دلع بس نفسية نتيجة انا خايفه اذاكر، انا خايف في حاجه مش دفاعيه والله. يعني هي بتبقى اعراض جسمانيه حقيقيه وممكن ياخدوهم يروحوا بيهم لدكاتره وبياخدوا ادويه، بس هي اسبابها الفعليه نفسي. فانا مهم جدا ان انا ابقى واخد بالي من ولادي، اخد بالي ان هو ما اطمنه حتى لما تطلع له دوت، اخد بالي من تغذيته انه ما ياكلش حاجات ساقعه قوي، ما ياخدش حاجات سخنه قوي، ما يقعدش يسهر اضغط عليه انه يسهر طول الليل فيبقى تعبان جسمه لما يبقى مكسر او مش قادر، ادعمه اكله اكل صحي، اساعده في اداره وقته، اقلل الدوشه اللي حاصله في البيت. يعني لو عنده اخوات صغيرين لا احاول ابعدهم شويه، ما اخليش اخواته التانيين يخرجوا يتفسحوا ويقضوا وقتهم ويبقى هو حاسس ان هو يا حبيبي اللي معزول اللي قاعد لوحده اللي هو لسه قدامه شهر بيحارب لوحده. لا، يعني الدعم والمسانده ده دور الاهل في المرحله دي، تهيئه الجو المريح والهادي في البيت. طبعا طبعا. هنا برضو الأم أحيانا ممكن تضغط بزيادة قوي لأنها يعني زي ما نقول حمائية بزيادة، أوفر بروتكتيف، يعني أنها عايزة تحميه فتضغط وتحسسه بتوتر زيادة، أو يكون برضو رغبة منها في أنها تساعده في أنها تهمل الموضوع تماما وكأن شيئا لم يكن علشان تسيبه براحته. إيه الأنسب هنا في التعامل مع الولاد؟ يعني الأم برضو يعني تبين قلقها، تمنع ظهور القلق ده ولا تشاركه؟ طيب، يعني والله اشكرك على السؤال ده سؤال مهم جدا، ان مهم ان احنا ما نقعش في اخطاء. يعني في الاهالي بتقع في اخطاء جسيمه في الوقت ده. اول حاجه انه ما تعكس توترك على ابنك، هو متوتر لوحده، هو قلقان لوحده، حاسس الموضوع مصيري جدا، فانا خلاص انا توتري ده لنفسي، لكن انا المفروض ما اعكسوش عليه. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما قارنش، لا قارن باخواته ولا قارن باولاد عمه واولاد خالته ولا قارن بابن الجيران ولا ماليش دعوه. ده بص ده بيقعد ليل ونهار، ده اصل فلان بيعمل، لا خلاص. فاحنا في المرحله دي اللي هو اللي انت عملته هو كويس وكمل وخلينا نجيب افضل ما فينا. من الحاجات المهمة جدا ان الاهل بتبقى منتظرة من الولاد انه يعوض النقص اللي هو عمله بالظبط، يعني ويحقق له احلامه. هو انا ما دخلتش طب فانت لازم تدخل طب، طب ليه لازم يعني؟ طب هو مش جاي يحقق احلامك، هو جاي يحقق احلامه هو. صحيح. يعني في ولاد شاطرين ومثلا يقول لك انا عايز اخش تجاره والاهل لا وتصور وتبقى الخناقات دلوقتي، يعني جايين دلوقتي قبل الامتحانات وبيتخانقوا معاهم، لا انت لازم تخش كذا ولازم تعمل. طب انت بتكلمهم في ده ليه؟ احنا نعدي الامتحان وبعدين نشوفه هو نفسه في ايه. او مثلا الولاد اللي هم مش محددين دلوقتي، انت ازاي مش محدد دلوقتي؟ انت ما عندكش احلام، انت مش طموح. ففي انتقاد وفي احكام على الولاد وهم يعني المرحله دي مش بتعدي خالص. حضرتك بتتكلمي في حاجات لازم تكون كانت من زمان في التربيه منذ الصغر، ان ازاي اخد قرار في حياتي، ان ازاي اخطط لمستقبلي، دي حاجات الاب والام فايتهم كتير. بالزبط. فما يعني مش جايين دلوقتي بقى في وقت ظرف زي ده ويعني يعملوا كده. طب احيانا بيكون في حاجات مش فاهمها الولد او انه عنده صعوبات معينه وبيلجا الاب والام، ولازم يكون في تواصل مع مدرسين معينين، ازاي يحلوا له مشاكله كده الطريقه دي اللي بتطرق اثناء المذاكره او حتى هو بيحل امتحانات وشاف ان هو ما قدرش يحل حاجه معينه. طيب، هو احنا في المرحله دي دور الاهل ان انا احل له مشاكله بس بدون ما ادخل مشاعر شخصيه داخله في الموضوع او خوف او قلق. فانا دلوقتي لو هو مش عارف يلم ماده ادور على مدرس دلوقتي يراجع معايا، لو هو بيحل امتحانات اجيب نماذج اجابه وابتدي اراجع معاه، ابتدي انا اكون انا المدرس اللي بصلح له، حبيبي انت حل وانا هصلح لك، والسؤال اللي هو واقف فيه ارجع اراجع معاه تاني او اساله له بطريقه تانيه وهكذا. خلاص انا بحل المشاكل دلوقتي، لكن انا ماليش
دعوة بأي حاجة فاتت ولا أي مرحلة عدت. طيب هو خايف أو متوتر أفكره، يعني ساعات الولاد بيبقوا نسيوا أنهم ذاكروا، يعني ونسيوا اللي ذاكروه، فأقول له لا ما تخافش، طمن أنت ذاكرت دوت وتعالى نراجع تاني، تعالى نقرأ تاني، أهدي. يعني أنا دوري هو التهدئة، أنا دوري أن أنا أحسسه أنه عمل اللي عليه وما تقلقش، وما حملوش ذنبنا، ذنب المصاريف، ذنب الوقت، ذنب السنين، ذنب تعبنا، ما نقولوش إحنا تعبنا عليك، ده إحنا أرجوكوا يعني بلاش ده. ايوه انت عارف انا صرفت عليك قد ايه في الثانويه العامه بالظبط، مدرسين قد ايه، انت عارف انا حرمت نفسي من ايه عشان انت تجيب مجموع، حاجات سيئه جدا بنجني ثمارها بعد كده يعني. طيب في حاجات كمان بتعرض الولد، ان هو احنا داخلين على اجازه عيد اضحى في النص هتقطع الامتحانات، ففكره انك تكوني في مود معين هو مود امتحانات ومذاكره، وبعد كده تاخدي اجازه عيد يعني فترة فيها ركود وترجعي تاني للامتحانات، دي ممكن تؤثر بالسلب أو بالإيجاب عليهم. على أي حال فترات الاسترخاء والترفيه ودخول بقى الأجازة في منتصف الامتحانات دي شايفة إزاي؟ طيب هو طبعا حظ مش حلو قوي ان الاجازه وتخش اجازه طويله للولاد واجازه ترفيهيه للمجتمع، يعني كل بيبقى بيقضي مناسك معينه، وهم الولاد لو خرجوا من المود صعب ان هم يرجعوا تاني، خلاص بيبقى لو خد بريك بيبقى مش سهل ان هو يرجع تاني يعمل فوكس على شغله تاني. فمهم قوي ان يبقى البريك محدود، يعني بقدر، يعني مثلا اول يوم العيد ده كلنا يعني هنحتفل او هنعيد على بعض وخلاص، والبيت كله يرجع تاني لان هو عندهم معسكر مذاكره، عندهم طالب ثانويه عامه. فلغايه اما مفهوم المجتمع كله يتغير نبقى وقتها احنا نتغير. صحيح. لكن لو كده، لكن ما ينفعش ان يبقى حد خارج داخل وبيتفسح وبيقضوا وهو حبيبي قاعد لوحده عامل المعسكر لوحده، ولا ان هو هيفضل خارج معاهم يومين ثلاثه اربعه عشان ترجعيه لمود الشده، لانه هو ليه زي سرعات، يعني ابتدي اول ثاني لغايه اما اوصل لاقصى سرعه بالنسبه لي، فان هو فجاه يرجع للصفر ثاني وبعدين يرجع للمود ده بالنسبه له صعب جدا يعني. فمهم جدا انه خلاص ده معسكر، يبقى كل البيت هنعيد يوم هنعيد يومين وخلاص، ونرجع تاني لمعسكر المذاكره. انا مش عارفه مين اللي اخترع فكره المذاكره في جماعه، انا واصحابي نذاكر مع بعض، لكن انا طول عمري بعتبرها انها فكره مش كويسه، صحح لنا المعلومه. هل المذاكره الجماعيه دي ممكن تكون كويسه، ان انا اذاكر مع اصدقاء ليا ممكن يكونوا مش في نفس المستوى الدراسي، ممكن يبصوا لي ان انا اشطر منهم في حاجات، يعني يحصل حاجات كتير، الى اي مدى دي فكره جيده او غير جيده؟ جيده جدا في مرحله وسيئه جدا في مرحله. قبل المرحله اللي احنا فيها دي خلاص انا داخل على الامتحانات، المرحله اللي قبليها لا ممكن نذاكر جماعي ما فيش مشاكل، ونتجمع وكل واحد يذاكر جزء ويشرح للتاني، احنا كلنا ذاكرنا بس كل واحد بيشرح للتاني وتميز في حاجه فبيقولها، لان في ميزه ان انا لما اشرح لصاحبي انا المعلومه بتثبت عندي، فدي ليها ميزه. بس الوقت ده وقت ان انا بلم الماده عندي انا، مش وقت مدرسين على فكره، يعني المدرس اللي لسه بيلقني مش دلوقتي، انا دلوقتي انا خلاص انا برتب المعلومه في دماغي، انا برتب نفسي، فده الوقت اللي هو خلاص فكره بقى المراجعه، انا مش مؤمنه بده، المراجعه النهائيه اللي هو ليله الامتحان ونسهر لغايه الصبح والمدرس بيراجع، انا مش مؤمنه بده، لانه انا الطالب ما استريحش، مهديش، ما ثبتش المعلومه بنفسه، انا كل واحد بيحفظ بطريقته، بيدي امارات وعلامات، الصفحه رقم كذا، اللي على اليمين اللي على الشمال شكلها، لو المدرسين مش هيعملوا كده، فده اليومين دول بتوعك انت لوحدك، خلاص انت رجعت، المدرسين رجعوا، ده دلوقتي اللي انت بتثبت المعلومة عشان تخش تكتبها. جميل. فكرة بقى كمان الترفيه، ان انا هل انا من حقي ليلة الامتحان ان انا اكون مخلص وقاعد كده، ولا الناس تشعر بالذنب لو هي مخلصة وقاعدة؟ طب انا خلصت اللي ورايا وخلاص محتاج ان انا اريح ذهني، هل ممكن من حقي بقى ان انا انزل اخرج شوية اشم هوا، ولا ده برضو بيبعدني ويفصلني عن مود الامتحانات؟ لا هو مش بيفصل طبعا، يعني اهنيه لو هو وصل لمرحلة ان انا خلصت، دي حاجة كويسة جدا ويا ريت يعملوها. انا اتذكر والدي لما كان في عز الامتحانات واحنا مشدودين جدا يقول لا لازم يخرجنا ونخرج نشرب عصير ونرجع، واحنا نبقى بنعيط بالدموع في سنة نذاكر ارجوك، بس فعلا كانت بتفرق معانا ان احنا شويه بنكسر الرهبه. فهي دي مهمه، لو هو حس ان هو خلاص خلص وتمام، لو هو ما حسش ان هو خلص وعايز يقعد يذاكر يذاكر، لو هو عايز ياخد بريك هو اللي يقرر مش الاهل اللي قرر.
فهو أدرى باللي هو عايز يعمله، وإحنا في المرحلة دي إحنا بس مش أكتر من عوامل مساعدة نخليه هادي، وبنعمل له اللي هو عايزه لغاية ما يخلص المرحلة دي. فكرة يعني الوعود والوعود بمكافآت تشجيعية في حال ان انت يعني تفوقت او ان انت عديت نجحت ايا ما كان بقى الاهل عاوزين ايه، يعني الى اي مدى دي فكرة جيدة؟ والله هو لو ابنهم هم عودوه على موضوع المكافآت خلاص اوكي، ما هو حضرتك لسه قايله احنا ربنا اولادنا ازاي من الطفوله، فلو هو متعود على المكافاه والتحفيز خلاص اوكي. لو هي بتشكل نوع من الضغط لان هو طب انا عايز ده، فبقيت افكر في الـ في الـ في اللي مستنيه لدرجه ان انا نسيت المذاكره نفسها، يبقى ما فيش داعي منها. فعلى حسب ابني يعني، كل واحد يمشي ابنه ماشي ازاي معاه، لان انا وهو جاي عنده 16 سنه او 17 سنة يعني مش لسه جاية اتعرف عليه النهاردة، اكيد عارفة السنين دي كلها، فاشوف ايه الطريقة المناسبة لي وابتدي اعمل معاه. ربنا يوفق كل اولادنا يا رب ان شاء الله، ويحققوا كل اللي نفسهم فيه، ودايما يبقوا عارفين ان في خطط بديله، وانه يعني ربنا سبحانه وتعالى مقدر لنا شيء معين، ممكن احنا يعني نشوف ان هو مش حلو في ساعتها، لكن على المدى الطويل بنكتشف ان هو ده اللي كان صح وهو ده اللي انسب. ده حقيقي. فانا بشكر وجود حضرتك، شكرا جزيلا. دكتوره دعاء بركات، دكتوره فلسفه التربيه وعلم الناس، شكرا جزيلا. شكرا لك. بالتوفيق لكل ولادنا يا رب ان شاء الله، وحنكون معاكم كده ونتابع نتائجكم وادائكم، ودايما نكون مشجعين وفي ظهركم باذن الله. بعد الفاصل هنلتقي بفقره عن الخرس الزوجي، ودي ظاهره لا نتمنى وجودها في البيوت برغم انها موجوده لا يمكن انكارها. هنشوف مظاهرها واسبابها ونشوف ازاي نقدر نعالجها ونعديها بعد الفاصل.